البومبلوموس، العصير البومبلوموس اننا ما خصناش نفوتوا فيه كاس كبير في اليوم فقط، لان الا كثرنا منه كيعطينا واحد الحبيبات اللي كتدخل لينا الكبد ديالنا وكتعطينا التسمم ديال الكبد حتى هو رد ليه البال. بعض الناس كيشربوا الرنج ولا الزنبوع لو بيغادي كيكون ولا لورانج امير اللي كيكون في الزنقه بحال الليمون داير. كاين الناس كيعصروا كيشربوا على المفاصل ولا كيشربوا على امراض اخرى، هذيك ماده سامه، ماده اللي فيها اللي فيها اللي فيها واحد النوع ديال 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 دي المواد اللي شنو كدير كتاثر لينا على الشغل ديال الكبد بواحد الطريقه طبيعيه. اذن هادو كلهم ردوا لهم البال. نمشيو للادويه اللي هضرنا عليهم. فالادويه قلنا ما خصهمش يتخذوا بطريقه عشوائيه، لا لي زونتيبيوتيك، لا الادويه اللي فيهم باراسيتامول، لا مضادات الالتهاب، لا جميع الانواع ديال الادويه اللي كتخاد كيخصها تخاد عن طريق الطبيب او عن طريق الصيدلي اللي كيعطينا لو دوزاج ديالها. الادويه اللي خصني اللي بغيت نركز عليه اليوم لواحد الغلط كيديروا العديد من الناس، الدواء يشرب بالماء فقط، ما يشربش بشي حاجه اخرى. الناس اللي كيشربوا بالعصير، الناس اللي كيشربوا بالمشروبات الغازيه باتاي، واش شي مساله انه يتخلط مع الياغورت؟ انا ضد هذه المساله هذه، لان ما كتكونش ليفيكاسيتي، حيت هنا هضرنا على لا فارماكوثيرابي، لا فارماكوثيرابي الاستعمال الصحيح ديال الادويه. فهنا في لا فارماكوثيرابي كنقولوا بان الادويه خصها تشرب بالماء فقط باش كيمكن تعطي المفعول ديالها وما تدخلش في تفاعلات، لان راه المشروبات الغازيه فيها مواد حافظه، فيها الحمض الفوسفوريك، فيها لاسيد سيتريك، فيها مكونات اخرى اللي صعيبه ملي كتدخل في تفاعل مع الدواء. اشنا هذاك الدواء كيتحول؟ كيتحول لماده سامه. وفي بعض الحالات ذاك الدواء راه ماشي هو اللي ضر، ولكن خلطنا مع واحد الماده اللي رضاته ماده سامه، كتولي اون انتيراكسيون ميديكامونتوز، يعني واحد التفاعل كيميائي مع هذا الدواء هذا اللي خصنا نردوا ليه البال. اذا نشربوه بالماء، نشربوه بالماء عادي، وكذلك نحاولوا دائما ناكلوا واحد شويه عاد نشربوا الدواء باش يمكننا نستافدوا منه ما ياثرش على الكبد. طيب دكتور عماد، الاخت اللي قبيله اتصلت واخا كانت خارج الموضوع على الحبوب في وجهها، فهنا غير واحد المساله صغيره انا غادي نقولها في عجاله. زرعت لك حتى انت هي ردوا ليها البال، هي كتسلم لك. اذا والاطفال اللي قل من 10 سنين ما كنعطيوها لهمش. هذه من جهه. من جهه اخرى الاخت ديالنا اللي عندها الغزاستي او حساسيه البشره او احمرار، لقى لي عندهم هذا المشكل، معلقه كبيره ديال زيت البابونج ومعلقه كبيره ديال زيت بودور الخيار، وندهنهم على البشره ديالنا بالليل ونباتوا بها يوميا.